بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس الفقه الحنفي ومع كتاب نور الإيضاح في باب صلاة المريض. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعثر بوجود ألم شديد أو خاف زيادة المرض أو بطئه به صلى قاعدا بركوع وسجود، ويقعد كيف شاء في الأصح، وإلا قام بقدر ما يمكنه. طبعا الأصل العام عندنا أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا بما يطيقون، والله عز وجل من نعمه على هذه الأمة أن رفع عنهم الحرج. والتكليف عندنا بحسب الطاقة والقدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سيدنا عمران بن حصين، قال يا رسول الله كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا هو هذا الحديث، حديث سيدنا عمران، هو الأصل في مشروعية صلاة المريض. فيقول المصنف: إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر، ما هو الفرق بين التعذر والتعسر؟ المتعذر لا يمكنه الإتيان بالشيء أصلا، والمتعسر أو المتعسر ما يمكن المتعسر ما يمكن الإتيان به مع مشقة. فالمتعسر يمكن الإتيان به مع مشقة، والمتعذر ما لا يمكن الإتيان به أصلا. فإذا تعذر على المريض كل القيام، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بالقيام، أو تعسر بمعنى أنه يمكن أن يأتي به مع مشقة شديدة بوجود ألم شديد، أو خاف إذا صلى قائما زيادة المرض، أو أخبره طبيب مسلم موثوق به، أو بطئه به أو بطء الشفاء، كان القيام سيؤدي إلى بطء الشفاء أو سيؤدي إلى زيادة المرض، سقط عنه القيام وصلى قاعدا، فإن كان يستطيع أن يركع ويسجد يركع ويسجد، ويقعد كيف شاء في الأصح، يعني لا يجب عليه أن يقعد على كيفية معينة، لأنه هذا مريض إذا كان القيام قد سقط عنه بسبب مرضه. فالقعود بالكيفية المعروفة للقعود في الصلاة لا تجب عليه، ويقعد كيف شاء في الأصح، على أي هيئة قدر يقعد، وإلا قام بقدر ما يمكنه، يعني إن كان يقدر على بعض القيام قام بقدر ما يمكنه. وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء، للمرحلة الثانية. المرحلة الأولى أنه يقدر على القيام لكن لا يقدر على القيام ويقدر على الركوع والسجود، يسقط القيام. طب لا يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود، صلى قاعدا بالإيماء يومئ برأسه، ويكون إيماء الركوع أقل وإيماء السجود أخفض من إيماء الركوع حتى يتحقق المقصود من السجود. فإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء يومئ، فالركوع ثم السجود أخفض من الركوع، وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، فإن لم يخفضه عنه إذن لم يتحقق معنى السجود. فما الفرق بين الركوع والسجود إذن؟ فإن لم يخفضه عنه، لم يخفض رأسه في حال السجود عن الخفض في حال الركوع، لا تصح، لا يكون هذا سجودا، والسجود من أركان الصلاة، وإذا لم يأتي بالسجود فلا تصح الصلاة. ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه، يعني لا يجوز أن يرفع إلى وجهه شيئا
لكي يسجد عليه. فإن فعل ذلك رفع شيء وخفض رأسه صح، وإلا لا. يعني هو لا يصح أن يرفع شيئا ليسجد عليه. طيب إذا رفع هذا الشيء فإنه لابد أن يحقق معنى السجود، وهو أن يكون أخفض من الركوع. وإن تعسر القعود، تعسر عليه أن يقعد، المرحلة الثالثة. فين؟ وإلا لا، يعني وإن لم يكن السجود في هذه الحالة أخفض من الركوع فلا تصح الصلاة. وإن تعسر المرحلة الثالثة، وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا، قدر على القيام، لم يقدر على القيام وقدر على الركوع والسجود. الثانية، لم يقدر على القيام وتعذر أيضا الركوع والسجود ولكنه قادر على القعود فيركع ويسجد قاعدا. تعسر القعود أيضا، قال أومأ مستلقيا، أومأ مستلقيا يعني على ظهره، وفي بعض الكتب ويضع وسادة تحت رأسه، يرفع رأسه بوسادة. وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا، يعني أومأ برأسه وهو مستلقيا على ظهره وتحت رأسه وسادة، أو على جنبه، أو مستلقيا على جنبه ووجهه إلى القبلة. قال والأول أولى، وهاتان الهيئتان يعني معنا في التوجه إلى القبلة في كل شيء، يعني في التوجه إلى القبلة أثناء النوم عندنا هيئتين، إما أن يتوجه للقبلة مستلقيا على ظهره وتحت رأسه وسادة، أو على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. وكذلك الأمر في المحتضر وغير إلى آخره. والأول أولى، يعني الهيئة الأولى في استقبال القبلة في هذه الحالة أولى، وهي أن يكون مستلقيا على ظهره وتحت رأسه وسادة وقدميه إلى القبلة. وينبغي، قال ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه إلى القبلة لا السماء، يعني لا إلى السماء. وينبغي نصب ركبتيه إن قدر، يعني إذا استطاع أن ينصب ركبتيه فعل، حتى لا يمدهما إلى القبلة، لأن مد القدمين إلى القبلة على خلاف الأولى. قال وإن تعذر الإيماء، احنا هنا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الرابعة أن يتعذر الإيماء، لم يقدر على القيام ولا الركوع ولا السجود ولا الإيماء قاعدا ولا الإيماء مستلقيا. تعذر الإيماء، إذا تعذر الإيماء عنه قال أخرت عنه. تعذر الإيماء له حالتين، تعذر الإيماء وهو يفهم خطاب الشارع، يعني وهو صاحيا قدراته العقلية موجودة يفهم خطاب الشارع، ففي هذه الحالة تثبت الصلاة في ذمته ويصلي متى قدر حتى ولو على الإيماء. طيب تعذر الإيماء ولكنه لا يفهم خطاب الشارع، فهو هنا في حكم الصبي والمجنون ومن لا تجب عليهم الصلاة. قال تعذر الإيماء أخرت عنه، متى؟ قال ما دام يفهم الخطاب، إذا كان يفهم الخطاب. قال في الهداية هو الصحيح، وجزم صاحب الهداية في التدنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من 5 صلوات لرفع الحرج. إذا هو تعذر الإيماء، تعذر عليه الإيماء وكان يفهم الخطاب، تثبت في ذمته كم صلاة؟ تثبت في ذمته صلاة يوم وليلة اللي هو 5 صلوات، لأن ما هو أكثر من ذلك يدخل في حد إيه؟ يدخل في حد الكثير. صلاة يوم وليلة حد القليل، وما أكثر من يوم وليلة حد الكثير. فالقليل 5 صلوات، ف
فإذا عجز عن الإيماء 5 صلوات ثبتت 5 صلوات في ذمته، وما كان أقل من ذلك طبعا يثبت في ذمته من باب أولى. فإذا زادت عن 5 صلوات فإنه يسقط الجميع عنه. قال: وإن كان يفهم الخطاب، الحالة الثانية، تعذر الإيماء. كتابين لصاحب الهداية من كتب الأحناف. قال: جزم صاحب الهداية في التدنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من 5 صلوات حتى وإن كان يفهم الخطاب. وصححه قاضي خان ومثله في المحيط. طبعا قاضي خان من علماء الأحناف، واسمه الحسن بن منصور، متوفى سنة 592 هجرية، وله في المذهب كتاب الفتاوى المشهور التي علم عليه، واسمها فتاوى قاضي خان أو الفتاوى الخانية. والمحيط، واسمه المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين ابن مازة المرغناني. قال: واختاره شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام لقب اشتهر به بعض العلماء خصوصا في القرن الرابع والخامس الهجري، ولكن إذا أطلق في المذهب الحنفي شيخ الإسلام فإنه يطلق على محمد ابن الحسن أبو بكر المعروف بخواهر زادة، متوفى سنة 483 بخواهر زادة. خواهر زادة متوفى سنة 483، وله في المذهب كتاب المبسوط. قال: واختاره شيخ الإسلام، يبقى خواهر زادة، وفخر الإسلام، فخر الإسلام البزدوي. إذا أطلق فخر الإسلام فإنه يطلق على البزدوي علي بن محمد ابن الحسين، متوفى سنة 482، وله أيضا المبسوط وشرح على الجامع الصغير. وقال في الظاهرية فتاوى الظاهرية ظهير الدين أبو بكر محمد ابن أحمد البخاري. وقال في الظاهرية: هو ظاهر الرواية. ما هو ظاهر الرواية؟ أنه إذا كان يفهم الخطاب وعجز عن الإيماء أكثر من 5 صلوات تسقط عنه. قال: وعليه الفتوى، لأنه الموافق للشريعة الإسلامية من رفع الحرج. وفي الخلاصة هو المختار. وصححه في الينابيع، الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع، وهو أحد الشروح على متن القدور. الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع، وهو شرح على متن القدور. قال: وصححه في الينابيع والبدائع، وجزم به في الولوالجي فتاوى الولوالجية ظهير الدين عبد الرشيد ابن أبي حنيفة، متوفى سنة 450. لأن مجرد الفعل، مجرد العقل، مجرد كونه يعقل الخطاب ويفهم الخطاب لا يكفي في توجه الخطاب عليه. وجزم به الولوالجية فتاوى الولوالجية ظهير الدين عبد الرشيد ابن أبي حنيفة، المتوفى سنة 450. قال: ولم يومي بعينيه وقلبه وحاجبه، يعني لا يصح الإيماء بعينيه وقلبه وحاجبه، وإن قدر على القيام، قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود بالإيماء برأسه، فلا يصح أن يومي بعينيه ولا قلبه ولا حاجبه. ولم يومي بعينه وقلبه وحاجبه وإن قدر على القيام، ولم يومي بعينه وقلبه وحاجبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء،
وإن عرض له مرض يتمها بما قدر، هو بدأ الصلاة قويا ثم عرض له عارض، بدأ الصلاة قائم كالأصحاء وبعدين حصل له عارض في قدميه في أي شيء، يتم على ما قدر على حسب الأحوال اللي ذكرناها في السابق. قال وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإيماء في المشهور. طيب ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح، يعني قدر على القيام، بنى يعني بنى على هذه الصلاة قائما. ولو كان موميا لا، يعني هو الآن كان عجز عن القيام فكان يصلي قاعدا فصلى قاعدا يركع ويسجد فصح، يعني قدر على القيام، يقف ويتم الصلاة واقفا. طيب ولو كان موميا مستلقي على ظهره ويومئ في الركوع والسجود ثم قدر على القيام والركوع والسجود، قال لا يصح. ليه؟ لأن في هذه الحالة ضعيف، ولا يبنى القوي على الضعيف. الصلاة بركوع بقيام وركوع وسجود قوية وبالإيماء ضعيفة، ولا يبنى القوي على الضعيف. وهناك في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح قال قياسا على الاقتداء، فإنه برضو لا يجوز عندنا اقتداء القوي بالضعيف كاقتداء البالغ بالصبي والاقتداء الذي يركع ويسجد بالمومن. نعم. بالإيه؟ الاقتداء المفترض بالمتنفل برضو لا يصح عند الأحناف، لأن حال الذي يصلي الفرض أقوى من حال الذي يصلي النافلة. قال ومن جن أو أغمي عليه 5 صلوات قضى ولو أكثر لا، برضو لأن قلنا أن الحد الفاصل بين القليل والكثير 5 صلوات، فما في حد ال5 صلوات في حد المستطاع، وما زاد عن ال5 صلوات فهو في حد الحرج، فرفع للحرج لا. ومن جن أو أغمي عليه 5 صلوات قضى ولو أكثر لا. والله أعلم. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور، والصلاة على محمد أنارت للقلب نور، نور خير الخلق فينا كأمل.